وسيمه ورديه معناتها ورديه لا على خاطر خسرنا في رادس ما عندناش حق نخسروا هذيك معناتها سورتو في الماتش اللي عملته رادس ما كان غفصتنا ربحتنا نقولوا ما احنا عطيناهم لي 3 بوين ما نساوش الماتش هيك لازم كيف كيف بون عملنا ماتش بير ماتش اللي فات من لونتام للاخر اليوم لا بون اليوم الاوبجيكتيف نتاعي صحيح لازم نترشح نلعب على ماريو القوافل في ميداني ضد فريق معناتها ماهوش خير مني في النيفو دونك اوبليغاتوار علينا نربح حاولنا نبدل اليوم بعطينا فرصه للدي جوار اللي هما بساميهم ينجموا يكونوا تيتولارات مي كل واحد وظروفه خليه يكون رومبلاسون بور لو مومون كيما وجدي كيما مالك لاندورسي جاني قبل بجمعتين من الماتش الاول تاع الشامبيونات دونك قاعد يحضر
فرج كيف كيف، عمل دو بليسور دو زونتورس شوفي في البريباراسيون. شفنا اليوم عطينا الوقت وخذينا، حبيت نزيد الهادي مالوريزمون لي شونجمون حكموا فيها فيك لي بليسور، ما نجمش ندخل الهادي اليوم مجاور من الاول في البرنامج باش يدخل. معناتها مشكل احنا كسوا، احنا كل ولاد قفصه والحاجه، معناتها لي لابس الماريول هذا كل ندافع على الجهه كامله مش على الماريول برك. نقول لهم حتى خارج الميدان معناتها لازمك راك تمثل في القوافل، لازم تعطي صوره باهيه للاعب في 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 قفصه تحترم الماريول اللي انت لابسه. اليوم جوهر فما وسام زاد عنده الامكانيات الكل باش يعطي، وان شاء الله نشوفوه كيف كيف. فما الهادي، فما مازن، فما ازر تو قاعد معنا صغير زاد يتدرب كل جمعه، نطلعوا ثلاثه من الاسبوار يترنوا معنا نشوفوهم، ياخذوا الوقت الكافي يترنوا بجمعتين وبثلاثه معنا. مفتوح الباب ما عندنا حتى اشكال، كسوا نجموا نلعبوا حتى بعداش صغار معنا. لو بليز امبورتون اللي يعطي ساتيسفاكسيون اللي يكون سيريو. جوهر من عملوا معايا جاته الفرصة باش يكون على البنك، اما ما عرفوش الحظ باش يدخل، اما عندنا ثقة فيه، عمل ماتش باهي. ديما ما لازمناش نبقاو على هيك الماتش، خاطر الماتش لازم يتنسى، نحطوا ساقينا على القاع. ربحنا، كنا نجموا نسهلوا الماتش، كما قلت لك الاوبجيكتيف الاول هو التون دو جو اللاعبية، خاطر رزلنا برشا الجمعة هذيا، عملنا دو فوا دوبل سيونس، وما عندناش راحة حتى غدا الصباح نرجعوا نترينيو ونحضروا الماتش منزل بورقيبة. دونك الاوبجيكتيف هو ترشح، اما اكثر اللي هو تحضير ماتش منزل بورقيبة اللي هو اهم لنا. اليوم بعد مقابل البارحة حاولنا باش صلحنا الفريق ورجعناه على السكة الصحيحة، عطينا قبل عطينا ثقة في اللاعبين انهم عندهم امكانيات وقادرين باش يقدموا مردود طيب، هذاك علاش اليوم نشكرهم. اليوم دافعوا بالحق على فريق نادي محيط قرقنا وظهروا اللي عندنا امكانيات كبيرة ونجم نمشيو لقدام، قدام فريق قوي في القفص اللي يعتبر من الأندية المترهنة على الصعود. كما اليوم نوصلوا على معناتها نوصلوا على مازالت لنا بعض الجزئيات أمام المرة، كنا نجموا قادرين باش نرجعوا في المقابلة، لكن الحمد لله راضي على مردود اللاعبين تاعي، وهذا يتأهل باش نمشيو على الأقل مقابلة بن عروس المقابلة القادمة في البطولة. مبروك للقوة في القفصة، وإن شاء الله بالنسبة للقدام مستقبل المحيط يكون أكثر معناتها جدية. والله صحيح اليوم ليسونسيال الكاليفيكاسيون، ماك تعرف مازلنا في دوبين شامبيونا، فما جوارات مضروبة وجوارات ما لعبتش، استحقينا الإفكتيف الكل، اليوم باش ندوروا الإفكتيف وباش نلعبوا. مي الأوبجيكتيف نتاعنا كان الكاليفيكاسيون بخف الأضرار، خاطر نخموا في الشامبيونا أكثرية من الكوب. صحيح توا عندنا لعبنا ماتش بوزيد هنا ربحنا، كما اليوم قرقنا، إن شاء الله الماتش الجاي منزل بركيبة نحاولوا باش نربحوا الماكسيموم دي ماتش في قفصة باش نكملوا إن شاء الله السنة بالصعود. الحمد لله قبل كل شيء كما تعرف ماتش كوب ما عندوش احكام مسابقه، كنا هبطنا بدينا الماتش كما يلزم، دخلنا في الطرح عملنا نظام باهي، الحمد لله يا ربي بونتو جا سور بالاريتي مخالف قام تنفيذها ملك لاندوتس، الحمد لله شقيت راجيكتوار صحيح ووفقني ربي وملكيت. ان شاء الله ربي معنا السنه، عمنا وصلنا للعين وما شربناش العدد عوامل خارجيه اكسترا تاع كوره، ان شاء الله قدرة ربي السنه كالعاده عندي كباهي قوي في الجمعيه كبيره نخفوا مع بعضنا الناس الكل، وان شاء الله قدرة ربي نرجعوا الجمعيه لبلاصتها رابطه المحترفه دول. الحمد لله عاونت صحابي وان شاء الله الجاي خير، ونخمو تو في الماتشات الجايه ان شاء الله الجاي خير، ان شاء الله طلوع سنه ان شاء الله باذن الله.